تعيش عدد من بلدان العالم اليوم حجراً صحياً للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وهو إجراء اعتمد منذ العصور الوسطى لمنع انتشار الطاعون والكوليرا. لإيطاليا التي يشجعها فيروس كورونا اليوم تاريخ طويل في مواجهة الأوبئة، حيث قامت مدينة البندقية عام 1423 بعزل السفن القادمة إليها من مدن موبوءة لمدة 40 يوماً بناء على أقوال أبو الطب أبوقراط. ووفقاً للتقاليد المحلية التي ترى بأن 40 يوماً هي المدة اللازمة للتطهر، ومن هنا سمي الحجر الصحي بكوارنتينا بالإيطالية أو لكارنتين بالفرنسية. أما منشآت الحجر الصحي التي تستقبل المصابين فتسمى لاتزاريتو، وهي جزيرة تقع في خليج البندقية حيث كانت ترس السفن المعزولة. كثيرون يخلطون بين الحجر الصحي والطوق الصحي، فالأول يعني عزل أماكن أو أشخاص أو حيوانات للحد من انتشار العدوى، أما الثاني فيعني إنشاء نقاط مراقبة لمنع وتنظيم الخروج والدخول إلى مناطق يطالها الوباء. وعلى الرغم من أن الحجر الصحي غدا إجبارياً في كثير من البلدان، إلا أن التاريخ شاهد على أمثلة للانعزال الطوعي، أشهرها ما حصل في عام 65-600 ألف، حين عزل سكان مدينة إيام البريطانية أنفسهم طواعية لمدة 14 شهراً. وبالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها الحجر الصحي اليوم، إلا أن الأمثلة التاريخية تظهر أنه كان الأنجع في احتواء الأوبئة.